وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها، والمتعلقة بزيادة النسبة الإجمالية من مساحة القسيمة لعمل المصليات. أما لجنة الجهراء فقد أرجأت تخصيص موقع إسكاني في منطقة تيماء في محافظة الجهراء بمساحة 400 ألف متر مربع لمزيد من الدراسة. الفكرة كانت يعني السماح أو بالأحرى يجب عمل مصليات للرجال والنساء في المجمعات التجارية بنسب تسمح لهم غير محسوبة طبعا بالنسبة للبناء، ولكن هذه المساحة تقريبا 30 متر مربع للمساحة الأقل من 1000 متر مربع أو بنسبة 2% بالنسبة العامة، والمساحات اللي أكبر من 1000 متر مربع الموافقة على 60 متر مربع أو 2% أو أكثر، أيهما أكثر أكبر بالمساحة. اليوم تقدمنا في ناقشنا في لجنة محافظة الجهراء عن موقع، وقدمنا مقترح فيه ناقشناها في مساحة تسع 400 ألف متر، وأيضا هي 400 ألف متر تسع تقريبا إذا شلنا الخدمات نسبة الخدمات تسع تقريبا إلى 370 وحدة سكنية، وهي المنطقة في وهذه القطعة في محافظة الجهراء شرق تيماء، قطعة صغيرة لكن تشارك في حل هذه المشكلة ولو بجزء بسيط، ونتمنى أنها تحال للإسكان ضمن الخطة المائية وتكون من الحلول اللي باعوا بيوتهم بإذن الله.